الحكومه باشرت اللقاءات ديالها، خاصه اللقاءات اللي كان اعلن عليها السيد رئيس الحكومه مع النقابات التي تشتغل في مجال التعليم. وهناك اشتغال مكثف في هذه الساعه بالضبط، هناك اجتماع اخر وكان اجتماع بالامس، والهدف من هذه الاجتماعات كلها كيف ما قلت سابقا هو بالاضافه الى تجميد النظام الاساسي ديال قطاع التربيه الوطنيه والتعليم، هو الهدف تقدم في مختلف النقط التي مطروحه والتي تثير يعني تخوفات وتثير تساؤلات عند نساء ورجال التعليم. فاللي نقدر ناكد الان هو ان النقاش يسير بشكل مسؤول وجدي، وسوف يعني نسرع الخطى من اجل ان يعني ان نتوصل الى اتفاق سريع مع هؤلاء النقابات جميعا، ولكي نحقق الاهداف ونحقق يعني ما تتطلع له رجال ونساء التعليم، اللي في الحقيقة الحكومة تكن لهم كامل التقدير وتعتز بدورهم المحوري في المجتمع.